اسمع عبدو، احسب حسابك انت وصفوان افندي بانه بيت عمك ابو وضاح ما بينباع وانا على وش الدنيا، وراح يضلوا طول مالنا عايشين بيت المختار ابو وضاح، وانا بتكفل بتصليح اي شيء فيه لحتى يضلوا بيت عامر، وكل يوم جمعه ببعت الحريم منشان ينظفوه ويسقوا الزريعه، وحتى العفش اللي فيه لازم يضل مثل ما هو، وراح اوصي اولادي واولاد اولادي بهذا الشيء. ايه الله يجزيك الخير، بس شو الفايدة من القصة كلها اخي؟ هيك، هذا البيت لازم يضل وقف. وانا شو بدي اشتغل؟ نبدي عيش عيالي، شو طعميهم؟ تشتغل هون بالحاصل. على كل حال انا بالفترة اللي جاي يمكن انشغل وسافر، بتقعد هون بمحلي. ايش اخي انت وين بدك تسافر؟ ما بعرف هلا، ما لها مبينة. ايوه طيب انا بس بدي اقول لك شغلة، اولاد ابو سليمان بدهم حصتهم من المزرعه، مو بس من البيت ومن الحاصل كمان، يعني انا وياك ما حيطلعنا من الجمل اذنه، حنصفي برا بلوشي. لا اخي لا، عمك ابو وضاح سلمني الحاصل ووكلني عليه، وابو سطيف ويوسف بيشهدوا بهذا الشيء. اذا هذا الحكي مو مثبت بالمحكمه ما بيطلع من امره شيء. ساعتها انا بشتريهم منهم. ايوه. ايه شو علي؟ صار عنا مبلغ منيح يعني؟ منيح ماشي حاله، ولسه الخير لقدام. وين بيصير هذا المركز؟ عندي بالمزرعة. لا المزرعة يعني المزرعة عدم مؤاخذة بعيدة كتير. لك أحسن. طب معلوم، كل ما كان بعيد بيكون أحسن. لكن والأحسن من هيك إنه المزرعة فيها أوض تحت الأرض، كل أوضة بتطلع 10 دروع ب10 دروع. لك يا عيني عليك، هذا هو المطلوب. ودخلك مين عامل هاي الأوض؟ هاي المزرعة قديمة، قديمة كتير. وفي حدا هنيك هلا؟ لكن شلون؟ أبي وشباب الضيعة وأخي، ومبارح بعتنا 7 قبضايات من هون من الحارة، رح يساعدوهم بتنظيف الأوض وتجهيز السلاح. الله يصلحك يا أبو محمد، كنت اللي كنت رحت معه. والله ما كان إلي فكر يا أبو رضا إنه لك خاطر بهالروحة هي. ما كان لك فكر ولا خاطر؟ احكي الدغري يا أبو محمد، ولا قلت لحالك إنه أبو رضا خدشها وما عاد خرجك شغلات؟ الله يسامحك يا أبو رضا، انت شيخ الشباب وقد ودود. لك علي ما علي، اذا جابي 10 من الفرنسا وايد بايد لك هو من فوق بعضهم مثل عدود القمح. الله حيه ابو رضا. وحياه ابو فخري اقولوا فعلا، انا من بكره رايح لعندكم الضيعه. لا 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 ما في داعي يا ابو رضا، ما في داعي. الشباب ابو فخري انا لي بهالدنيا عدوين، اذا ما شفيت غلي منهم لحموت بحسرتي. ومين اللي دخله؟ الفرنساوي وسليم الخشاب. لا بالله 400 باير كثير يا شيخ نواف، الشيخ حمدان جاير علينا. ترى والله يا طويل العمر. لله يا ابو محارب، 400 بعير ما هي كثيرة على رجال الشيخ حمدان. حنا موافقين يا شيخ نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الآن يا اخوي الآن. يا هلا يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب يا كريم، مساك الله بالخير. ميت مساء، مساك الله بالخير. مرحبا. هذا اخوي ابو وضاح مختار، واحد من وجوه الشام المعدودين. مساك الله بالخير. ترى والله ما تقول غير شيخ من شيوخ العشاير. وهو شيخ من شيوخ الشام. نحن من بعدك يا ابو نمر. يا هلا يا حياك الله. اي يا زين يا زينة الشام وميت الشام، ترى والله اللي يشرب من ميت الشام يحن لها مثل ما يحن الرضيع لامه. ايوه انك صدقت يا اخوي يا شيخ نواف. قام العقيد شاهر بعد ما كان شاكك فيها للمخلوقه وظانن فيها السوء، طلب منا ان تسامحه. وهي عرفت اني اللي فات عليها بالليل ما هو بشاهر؟ ايه لكن عرفه. وعقب يا خيه وش صار؟ عقب ان قتلت حسين. الله لا يرده. الله لا يرده. وعاشت المخلوقه ببيت اهلها مع نسوان اخواتها ودائت الأمرين منه. يا خطيطة قال شو بدهن يجوزوها لختيار أكبر من أبوها. يا ويلي. وليه هيك؟ لأنه بيكرهوها. عوذة. قام العقيد شاهر من كتر ما هو شهم وقبضاي. وش يعني قبضاي يا خالة؟ يعني نشمة. اي نعم، راح لعند إخواتها وطلب منهم أنه ما يجوزوها ويتركوها بحالها، ولما ما وافقوا حزروا شو عمل؟ شنو؟ خطبها إله. وبعدين تجوزها ولا لا؟ بكرة إن شاء الله بكملكن القصة.
هلا بدي روح شوف عمك ابو وضح عم يستناني. يا الله يا خالتي، والله اليوم ما يجيني نوم ان ما عرفت باقي القصه. فهماني عليكي، تجوزها اطمني، بس ما تقولي لي شلون، بكره بخبرك. خلاص يا العنون، خلي خالتك ام وضح تروح تنام، وباكر بعون الله تكمل باقي السالفه. يا فضه عنتي يا عمه، قومي خدي فيصل نيمي على فراشه. حاضر يا عمتي. يلا تقبرني، يلا هات تصبح على خير. يلا وانا كمان كنت اسمحوا لي تصبحوا على خير. هلا اولاد ابو سليمان خشاب عرفوا انه ربع البيت والمزرعه لرويده، وانه رويده بعتني اياهم. ليش لا تقلهم تضرب رويده وسيرتها؟ شلون ليش؟ لانهم يا امي هلا هيك بيقيموا حصه رويده وام وضاح بتصفى حصته، بيشتريها منهم بتراب المصاري. مظبوط. ابن امك تقبرني ما بينخاف عليك، رح تقول لاولاد عمها؟ والله يا مو ما بعرف، خايف ايش كان قلت له يدروا انه وفيقة هي اللي سرقت الاوراق والخمسين عصمانية وعطتني اياهم. تسلموا دياتك. شرفي يا مو شرفي. هلا بتخلصي الجريات وبتروحي بتنامي، عشان بكره الصبح تفيقي بكير تروحي لعند ام نصري تخبزي العجينات على التنور. يلا الله معك. شلون شايفتي لي هالصانعة يا مو؟ منيحة. أنا ما بعطيها وش، الصانعات ما بينعطوا وش. هلا المهم بيت نمر الخشاب رح يصير بإذن الله. لا يا مو لا، مو كلياته، نحن بيطلع لنا التلتين، لأنه في حصة التلت لأولاد عمي ولسميحة. بقى بكره متى ما اجت سميحة من تركيا نشتري منها حصتها ومن أحطلها. هاي دخيلك إذا اجيت. وبركي عم أبو خير اعترض. ما بيحق له يعترض يا مو، نحن قلنا الحصة الكبيرة. يعني رح نسكن ببيته؟ بيتنا يا مو بيتنا، وحياة عيونك بيتنا. بس والله يا مو أنا عم بيقل علي بحصتنا بالبيت، بلا ما نسكن هنيك ما رح بنحسي. ليش يا مو؟ أنا كل عمري أملي ومناي إني أسكن ببيتهم. يا أمي إيش كان وضح بكرة هرب من الحبس وجلا أنا ساكنين بالبيت، يعني الحلال بتصير قصة لها أول ما لآخر. أما إيش كان بعنا، من قل له والله يا عمي بعنا البيت وما صفي معنا المتليك. يا مو لا تخاف، والله أنا بالليل والنهار عم بدي عليه الله ياخده ونرتاح منه. خلينا نسكن بالبيت. لسه يا مو لسه، لسه الحاصل والمزرعة رح بيصيروا إلنا. أنت بس طولي بالك على ابنك وشوفي شو رح بيساوي. هلا المضافة صارت لنا، وأبي صار المختار، وأنت حرمت المختار على سن ورمح، ورويدة حرمتي على سنة الله ورسوله. يا صلاتك يا نبي، شو لابق لك هاللبس البدوي؟ الله يحرسك من العين. يا نوع عين هاي، شو شايفتيني ابن 14؟ الله يحسن ختامنا. شو دخل العمر تقبرني؟ اي والله هيبتك ورجولتك بجلبوا العين والله. لا معناتك اليوم الصباح لازم تبخريني وتقري لي آية الكرسي. أبو وضاح. ها شو بك؟ قلبي تعلق بها الولد. أنا ولد؟ فيصل. سبحان الذي خلقه يغزي العين حوله وحواليه. ما بعرف يا أبو وضاح، ما بعرف، حاسة إنه قلبي متعلق بها الولد. يا موضح انت حنونة. صحيح انا حنونة، بس والله 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 هذا الولد غير شكل. اي والله الله بيبلي وبيعين، ولد لا ام ولا اب، بس ربي سبحانه وتعالى بيحنن قلب العباد عليه لحتى يعوضوه عن حنان امه وابوه. تعرف كنت بدي الا لام نمر تعطيني اياه ونيمه عندي. اي لا لا موضح، تحولي بالله وقومي للنام. قومي. يا الله يا رب يا كريم يا كريم يا رب. في حكي اكيد انه بدهم ينقلونا. لوين بدهم ينقلونا؟ من هذا الحبس وفرج قريب ان شاء الله. يعني بدهم ينقلوا كل المحابيس من هون؟ مو كله كله، بس المؤبدات. يعني أنا وأنت وشي اثنين تانيات من الشباب. مزبوط. وشو هالفرج هذا؟ شو بدهم ينقلونا لسجن أحسن من هون يعني؟
لا لا اطيروا لا اطيروا لا اطيروا مطاح خير خير وينهم شبكي وينهم شو هدول شو بهول ليل شبك مطاح ليلي شبك انا شو بدي وضح لا حول ولا قوة الا بالله رحمة الله يا ابو وضح رحمة الله يا علي بس حطي راسك وضح شري المعوذات ونامي اتكلي على الله طب واحد حطي راسك بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يفك أسركم يا شباب الله يفك أسركم يا شباب يلا بخاطركم سهلة تفضلوا يا ميت أهلا وسهلا تفضلوا وضح يا خالتي ما نام الليل أبغاك ترقيه مثل أمس خير إن شاء الله هاتي لشو تفضل اسم الله تفضلوا ارتاحوا تفضل حي الله الغالي حي الله أخوي أبو وضح الله يخليك يا أبو نمر تسلم هاي أخوي عسى ما شاء والله يا شيخ وضح بدي روح على الشام متى؟ يعني بالوقت الحاضر وليه تبي تروح الشام؟ يعني عندي هيك شوية أشغال هيك لازم أعملها وش الأشغال هذه يا أخوي؟ قل يعني بدي أروح أجيب مصاري وأرجع ليه أنت محتاج فلوس؟ لا والله ما لي محتاج أجل ليه ودك تروح؟ أنا ما كنت أفكر أرجع الحارة بحياتي لأني صرت واحد من عربكم إيه بالله يا أخوي وعز بعد يعني فلازم أنا أتحمل معكم وش تتحمل يا ابو وضح؟ يعني لازم ادفع مشان الصلحه مثلي مثل غيري سامحك الله يا اخوي لا تشغل بالك بهذا الامر الخير كثير والحمد لله سامحك الله يا ميمتي الولد مملوع ها وش يعني مملوع؟ يعني في حدا حامله بعجله هذا انت يا فضه؟ لا بالله يا عمتي لا يا عمتي هذا ابوه ما يراعي ابد يومي يلعبه يلا يا بنتي خدي رضعي واستهدي بالرحمن بسم الله يا قلبي قوم يا العنود رضعي بالشق يلا خليكن عنا لا يا خيا الحين بو نمر يطلبنا ما يلقانا يلا يا فيصل قوم لا عني باقي لي عن جدتي يتشكل عاسي ان شاء الله خلص خليه عندي زين لا تعذب جدتك ها لا تنسى يا خالتي أبغاك اليوم تقمني لي قصة شاهر إن شاء الله يلا نسلم عليك مع السلامة مع السلامة جوعان يا ستي أنا اسمي فيصل ما هو بستي ستي يعني ستك من هاي
هلا ورايح بصير تناديلي يا ستي. لا انت جدتي. جدتي جدتي يعني ستك، ستي يعني جدتي. لك تأمر قلبي ان شاء الله. لك تضربي انت واللي جابوكي مثل قفة الهف، كان ناقصني انا بلاوي، عايفة حالي. خلي هالبريء وتيسري، روحي يلا. كملي طبخ قبل ما تغيب الشمس. يو ايه يا مو؟ خير يا مو؟ لك يا مو عجل لك المشترات هالبيت وبيعه على الحارك. والله وغوشتني من قصة وضاح لمقوص ليقوم يطلع من الحبس ويرجع على الحارة. يا امي أنا قلت لك إيش كان رجع؟ إيش كان رجع؟ بقى أنت اطمني وحطي إيديك ورجليك بمي باردة. الزلمة محبوس مؤبد وبكرة إلا ما يعدموه ويريحونا منه. لك هذا وضاح تنح وراسه يابس، يعني بكرة إلا ما يعمل له شي حكاية بالحبس ويعدموه ويريحونا منه، إلا ما يقتل له شي قتيل. أنت أكرم من الله. إلهي إلهي وأنت جاهي يعدموك يا وضاح ويريحونا منك. ستي يا ستي. يا عيون ستك. هو يقول ستي؟ إيه لكان؟ أنا علمته إياها. شو بدك تقبرني؟ أريد أبني بيت من حجر والطين. قولوني يا فضة جيب لي مياه. من الحجر والطين؟ وليه تبنيه من الحجر والطين؟ بيت الشعر أخير منه. لا بيت الحجر أخير. حياة البدو ما عجبته، يريد يصير حضري. يا مو خلي وضاح يركني معك خير. يا مو وضاح ركب اخوك رماح معك. يا مو هلا بيقع. موظف علامتش يا خيا، عسى ما شر. سلامتك تقبريني، ما في شي، بس تذكرت ولادي وقت كانوا صغار. اذكري الله يا خيا، اذكري الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. محمد رسول الله. روح تقبرني، روح كمل لعبك. Thank you.
لا عمي لا، أنا ما حكيت هيك شي بنو. بلا أنت حكيت هيك. يا كذب يا وحدي، لحظة تضربني ولك بضرب أخمون صار عفتك، بحسب الله ما خلاك. لك ايه ما خلاك حبيبي سوري، ايه حلق انت يا عزيزي من شكلك اللي يضربوني. لا حلق وين شارت حبيبي؟ عم فكر بالدنيا. أخي وينو سليم؟ ليش ما أجا معكم؟ أنا ما خليته يجي. سليم مثل ما بتعرف لازم ما أجي على الحارة مشان قصة أبرضة. لك أخي قصة صارت ناكتة وبايتة، لك أبرضة بذات نفسه نسيها. السلام عليكم. سليم؟ سلام. أخي شو جابك على الحارة؟ بركة أبرضة شافها؟ إي شوفني، واللي بيطلع بإيده يعمله. لك أخي الله يرضى عليك، ما بدنا مشاكل، يرضى عليك. خلصت لك أخي. لك صحيح ذكرت يا جماعة، برضا ماله بالحارة، أنا من امبارح ما شفته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الأوضاعيات؟ يا براسي شلونكم؟ شو برضا؟ طمني. شلون الشباب بالدنيا؟ كل شيء تمام وعالي العال، الحمد لله. الحمد لله. أخي ما بدي بيع، ما بدي بيع. أنا صار لي عمر ساكن ببيت حماي، ما بدي بيع. أخي بدك تبيع ورجلك فوق راسك. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. أخي ما بدي بيع وإن شاء الله بصير الدم للركب. اسمعوا، لا أنا علي ديون وبدي أوفيها. أخي طولوا بالكم، لا تعملوا لنا مشاكل. أنت مين قالك تلعب قمار وتشتري حشيش؟ لك أنت خربت بيتنا وشردتنا. خلص أخي خلص، هلا بنقعد بنلاقي حل مناسب. اخي ماني قاعد لحتى يمضي على الورقه. ماني ماضي وانا ما بخيلك ركبه. الي هذا الحق ولا؟ ايه لا بعد هيك العمى، العمى تبعها يا جماعه. اخي يا خلايا الله تبعها شو وعدني بالمحل. سليم الخشاع الله شو سليم ريتو بعيد لها، لا تولى حتى غدر بعيونك يا رضا. في معه هلا من الشباب وشو معه؟ في معنا اخوك عمر ورشدي وزهدي وانور وعبود الاخراس. الحمد لله، أنور صار واحد منا وفينا وصار يجاهد مع رجالنا. أنور رجال شغله بضاي. لك هلا أنا كل شيء فهمته، بس هذا الأخرس شو أخذه معكم؟ لا بلطفي، عبود رجال من ظهر رجال، وبكره بس تحمد طاسي بتشوف فعاله. إي والله. لا إله إلا الله، الله بيوضع سره وبأضعف خلقه. وينه الشباب هلا؟ عم يستنوا بالبستان ورا الطاحونة. لك اسمعني أبو شومان. مو رفهد. بطلع انت والشباب على عدرا لعند المختار ابو عكاشه، بتضلوا عنده لبعد العشي، وبعدين بتطلعوا على التنايا لعند قبه العصافير، بتلاقوا الجماعه مستنوكم هنيك ومعهم السلاح. ابو شومان انت قبه العصافير بتعرف وين بتكون؟ معلوم عمي ابو لطفي، بقفى عدرا اول التنايا. يا عين عليك، هي هي. تستلموا منهم 25 باروده و10 صناديق فشاك وتعطوهم حقهم، وقولوا لهم اذا بيقدروا يدبروا لنا كم بومبا يجيبوا لنا اياهم معهم المره الجايه، وقد ما بدهم حقهم بنعطيهم. صار عبيد. يا الله يا كريم. ابو لطفي ضيف مصاري ابو شومان. يا سيدي هي بيد راسمالية. ابو شومان وشك على مزرعة ابو محمد. لعيونك عبيد، ديروا بالكم منيحة. ولا همك عبيد. ابو
قتلته. شو؟ قتلته. قتلته وطفيت ناري. شو ما حول ولا قوة إلا بالله. واحد الله برضا. لبالك صلي على النبي يا برضا. الله صلي على النبي. أبو النبي شو نصة؟ شو نصة؟ مين قتلت؟ سليم الخشب. قوصت وفشيت قاري. لعيونك يا رضا. لعيونك يا حبيب قلبي. عقيد خدي سلم لي الكراكول. لا يا ابو رضا، اللي مثل حكايتك حرامي انحبس وعار علينا نسلمك للفرنساوي. ابو رضا انت اخذت حقك من سليم والثوره محتاجه لامثالك. ابو شومان مر عقيد تاخذ ابو رضا معك على مزرعه ابو محمد، وما بدي جنس مخلوق يدرى فيه. صار في شرف ابو رضا. يلا يا جماعة خلينا نشوف شو القصة. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شرف ابو رضا شرف. شو هالبو كأنك مقطوع بوري؟ ما معك ولا بورية؟ لا والله يا غالي اليومين مقطوع. ليش عم تضحك؟ حاسس لك راسي رح ينفجر. مخي مثل اليقطين اللي بأمامي. مختار؟ ايه شو في؟ مطولين على الحالة؟ عندي نقلة بندورة بدي وصلها على سولها. مختار مختار ابو رضا المبيض اول سليم الخشاب. الحكي يا رضي موته؟ اي والله يا مختار موته. يا باطل يا باطل الخشاب لك انا شو بتساوي بحالي انا؟ لك شو بك يا ابو مرزوق؟ شو قصتك انت؟ مختار اعطيه حق مسؤولية باليومين سقف، شو بدي ساوي بحالي هلا؟ شو بدي ساوي؟ شو بساوي؟ شو بساوي بحالي انا؟ لك حسبي الله ونعم الوكيل، هلا وقتك انت، هلا وقتك. حللنا يا حللنا يا شو بدنا نعمل بالمصيبة؟ والله ما بعرف حبيبي، والله ما بعرف. شو رأيكم يا جماعة؟ لازم نخبر الكراكون وين؟ ما بعرف، أنا رايح أسولها. شو رايح؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. راحت بالسورية راحت. إيبو روح خبر الكراكون بسرعة. حاضر. يعني شلون بدك تحط ايدك على البيت واثنين من اولاد ابو سليمان ماتوا؟ خايفي على ابنك يا ابو. قال مصائب قوم عند قوم فوائد. شلون يعني ما فهمت؟ يعني سليمان الخشاب بعد ما ماتوا اخواته حلف يمين عظيم ما حدا بيحط ايده على رزقة ابو وضاح لا بحلال ولا بحرام. ايه ايه وقال لي يا صفوان انت تصرف انا ما عندي اعتراض عليك ابنه. هو هيك قال له؟ ايه هو هيك قال لي. يعني هلا يا مو صار فيني حط ايدي على الحاصل بالمزرعة مو بس على البيت. مبروك تقبرني. مبروك عليك يا ست الحارة. الله يبارك فيك تقبر قلبي الهي طول عمرك رافع راسي مو مثل أبوك. كي يا مو وهذا رجدي رح تقلعه من الحاصي؟ لا لا هلا ماني مفكر بهيك شي بنو. هذا سرسري وغليز وصاحب مشاكل وخافي بكرة يدقدس عن القصة ويروح لعند الكاتب بالعدل يكتشف الوراق اللي بيني وبين رويدة. معك حق يا مو خليك بعيد عنه يضرب هو وسيرته. يا مو مازال سليمان الخشاب نازل عن حقه. رجع المصاري لصهره خلي الرزقة كلها إلنا أحسن يا مو أحسن. بيقولوا العاب لحالة ترجع رضيان. أنت هيك قلتك يا مو والله ما بتحكي مدوزة. يا مو قلوا لهذا اللي بيشتغل بالمضافة يحضر لنا هيك عرباية نطلع على المزرعة يومين. أنا مزرعة يا مو؟ مزرعتنا يا مو. يا ليش نحن عنا مزرعة؟ قال مثل ما قال متى صرنا وطن. خرسي 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 لا تقولي مثل ما قال. على مهلكم على مهلكم شوي 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 شوي
بعد ما بصمت عند القاضي قلت له استنيني برا يا حرمين، خلص شغلي وطلعت لعنده بدي جيبه واجي لهون. فص ملح وداب. لك 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 الله لا يرده، شو ناقصه وفلتاني. صبحيه ورزق لك ابني، ما في حرمانيه؟ شو حرمانيه ما حرمانيه يا بي، شغلي كلياته حلال وبالشرع. يا طيب سالت الشيخ نزير اذا كان هلا صرت بدك تحلل وتحرم؟ انا طول عمري بحلل وبحرم. والله هذا الحاضر، عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك خليك براني ولا تتدخل بالقصه. بس انا بورت اختي ام وضاح، شلون بدي ضل براني؟ خليك على نصتك لكن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. روحوا لا تترجم الكاستين شاي. السلام عليك. يلا تيسر. والله يا ابن عمي ما بعرف شو بدي اقول لك. خير ابو محجوب اللي شوفي. لك هذا اخي رشدي متيس وراسه بستين الف حيط. خير بقى شو بو؟ قال شو بده يخلي بيت عمك ابو وضاح وقف، لا بده يانا يسترزق لا بده يانا استفاد. لك الله وكيلك يا ابو محجوب، الله وكيلك، عرفان من اولها انه رشدي بده يوجع لي راسي. ما علينا، دفعت المصاري لسليمان ووقعته على الورق. والله ما لي عارف انا شو بدي اقول لك يا ابن عمي. لك شو القصه؟ اخي هذا من اخره، وانا زلمه مع رشدي ما بدي اقلها. شوفت عينك هي من اولها بلش مشاكل. شو قصدك بعدنا؟ اخي انا رح ارجع لكم مصرياتكم، بدي اخلي هالشروه كلياتها لي، لانه انا اشتريت حصه اولاد ابو سليمان، مو بس بالبيت، بالمزرعه وبالحاصيل. روق بعدنا، روق الله يوفقك. خلي لي حصه معك ومنرجع مصاري اخواتي وخلصنا. لا ابن عمي، اخي انا ما بدي شارك حدا. بعدين حصتكم اللي رح تطلع لكم من ناحمتها، بس انا عملنا حصر ارث انا بعطيكم حق شندي. واحد الله واحد الله، بعدنا القصه ما انا مستاهله. لا ابو محجوب، اخي اللي اوله شرط اخره سلامي. بعدين تعال قل لها انت ايش كان لسه لك خاطر تجاره البيوت، انا بزبط لك شروه بربحك فيها الطاعة عشرة. لك شو بدي اقول له رشدي؟ شو بدي اقول له؟ ما نحن بعنا المشغل مشان نشتري بيت عمتك ام وضاح. لك اخي انت هلا لا تقول له شيء، وايش كان هو بعدين سالك؟ قل له اشترينا ومشي الحال. بعدين تعال قل لك بكره متى ما قبضته حصته من كل بيعه بدك تبيعها بده يسكت ويمجئ لك ايديك وشو قفا ويحطهم على راسه. لك انا الله وكيله خليته بالحاصل بس كرمال القربه اللي بيناتنا حتى ما ازعله. الله يطول لي بعمرك ويكثر خيرك. علي الحلال مفضل على هالنافوخ من فوق. لك الفضل الله ابو محجوب، مشان الله لا تحكي هيك. بشوفها بتقول له يدير باله ويعرف انه له شركات بالحاصل، يعني الكراس اول شهر بده يجي لعنا ويعطينا المعلوم. يا اما اشكان يعني بده يتنطور، انا بعرف شلون جبلوا الدرك يزتوه برات الحاصل. ها يا شيخ حمدان، يشهد الله يا اخوي ان فراقكم كان صعب علينا، حنا اول وتالي اهل وما نستغني عن بعض ابد، والحمد لله اللي لم شملنا من جديد. وحنا بالمثل يا شيخ. تفضلوا يا الربع، تفضلوا تفضلوا يا حياكم الله. صفوان منين بده يجيب مصاري لحتى يشتري كل هالشي؟ منيح اللي بده يخلي رشدي بالحاصل. اي والله ما يدرى رشدي باللي صار ليطير عقله من راسه. يو عبدو ليش سهران لهلا؟ لا ما في شي ما في شي، صافن بهالدنيا. تعرفين محجوب؟ ما بعرف خير. أنا قديش مرق على راسي رجال، بس مثل أخوك صفوان عيني ما شافت. أيوة شلون يعني يا ابن عمي؟ يعني زكي زكي لعين تحرسه، بتحسي بيفكر له عن شي مية رجال دفعة واحدة. أي صلي على النبي ابن عمي، هلا بتطرقوا عين للزلمة. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. أي تقبرني احكي لي شو السيرة؟ لك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، قومي طفي لنا الضوء لقلك. مو على راسي. ضل ماشي ماشي ماشي، بعدين طار 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 وصل لبيته. توتي توتي خلصت الحتوتي. شو موضح؟ ضبيت الاغراض مشان سفها؟ ايه ضبيتهم. ام نمر بعثت لي فضه ما خلتني مد ايدي على شغله، ضبت لي اياهم كلهم. كثر خيرها والله. جدي؟ اهرج علي. اهرج عليك؟ شو بدي اهرج عليك؟ ابغى سلافه ثانيه.
سلافة تانية، والله الهرج اللي عندي كله خلص، هلا الهرج ما في غير عند ستك. احكي له حكاية. لا تقبرني، نحن اليوم لازم ننام بكير لأنه بكرة بدنا نرحل. يلا حط راسك ونام. إيه لكن لكن يلا يلا حط يلا راسك ونام يلا. نعم توطى. الحمد لله أنه تمت الصلحة على خير. إيه والله الحمد لله. على القليلة منصير قراب من الشام. آخ آخ عالشام، هو الشام، ويت الشام، وريحة الشام، فواكه الشام. والله واحد ما بيعرف قيمتها إلا حتى يفارقها. دخلك قديش بدنا وقت لحتى نوصل لهديك القرنة؟ يعني شالة 20-25 يوم. يلا يلا خلينا ننام بقى. يلا اتكلنا على الله. اتكلنا على الله سبحانه. يا رب يا كريم. هيا وليدي بشر، عسى عثرتوا على المويه. ايه بالله يبا، المية موجودة بس بعيدة. ما هنا حل ثاني، نواصل المسيرة لين نصل المويه. يلا يا الربع مشينا. يلا يلا يا النشابة. يلا يلا تعي تعي لك بنتي، تعي قعدي معنا. خليها قاعدة بعيد. يا حرام اختي. لا مو اختي، هي خدامة. يو وإذا خدامة شو يعني؟ ما أنا بنت عالم وناس. حرام. ناديلا خالي ناديلا. ما بتحب تقعد مع حدا؟ أنا رح أجيبها. يعني روحي اجيبيها. قومي اشربي شاي معنا. يا مو أميرة خدي لك كاسة شاي. حاضر يا مو. تفضلي هي كاسة الشاي. ما بدي اشرب شاي. لك اشربي هالكاسة. ما بتحب الشاي. باين عليها آدمي. ماشي حالة. ما بتقول لأمي غير يا خانم ولأبي يا بك. قال مثل ما قال المتى. زكية يلا شربي كاسة الشاي بدنا نقوم نمشي. ايه قاعدي تقعد بقلبك العافية. والله بدنا نروح نوطب أغراضنا مشان بكرة من الصبح نسافر على المزرعة. يو أنا مزرعة يا بعدي؟ مزرعتنا تقبريني. ليش إمتى اشتريتوا مزرعة؟ ابني أبو عدنان الله يرضى عليه اشترالنا مزرعة نمر الخشاب المختار أبو وضاح. مزرعة المختار أبو وضاح؟ ايه نحنا إلنا حصة فيها بس اشترينا حصة أبو سليمان الخشاب، يعني صار إلنا أكتر من التلتين. بس حصة كنتكن سميحة واضبها وجاهزة، بدها بتاخدها بدها بتبيعنا إياها. الله يردها بالسلامة هي وجوزها وولادها. الله يسلمك. يلا عن اذنكم. اذنك معك. الله معك. تفضلوا لعنا على المزرعه ان شاء الله منتشرف. يا مين اهلا وسهلا. اماني اماني تجوا. والله قاعده بتاخذ العقل. حيني وليه خاطرك سعاد. الله معكم. الله يسلمك يا رب. كمان خليني الحق قبل ما يجي جوزي. الله معك. مع السلامه. وينك يا أم وضاح يا حصرتي؟ تجي تشوفي أم صفوان صاحبة الجاه والخدم والحشم. لا وأخذوا لهم رزقهم كمان. بس أنا لازم أقول له لأبوكم مشان يبعث له مكتوب لخيرة وسميحة ويقول لهم شو عم يساووا بيت أبو صفوان. إيه والله يا أمي هالجماعة ما بتأمل لهم. قالوا لي مش شايف، قالوا لي تتحرقي. شو بيشعر؟ شو بيشعر؟ لك شو هتشوفي؟ انت لا تتدخل.
اخاف. لك ليش عم تضرب اياها؟ شو فيها بي؟ الجماعه يلي كنا عندهم قالوا لي اشربي شاي، قامت يا بنت راسها ما قدرت تشرب شاي، صار فيها مثل ما قال المثل يا حواجبه يا عيونه وعم اغتسل بيبا. يبعث لك حمى انت الثانيه. وبركي ما بدها تشرب شاي. حرام عليك يا ابو صفوان، حرام. هلا انت افهم منها؟ انا ما عم بضربها لانه ما شربت شاي، انا عم بضربها لانه حاطه راسها براسي وبدها تتمضيف عند الناس وتتعورق شاي. فهماني؟ كلها كم يوم ومنلتقي مع الحبايب. ايه 8 سنين راحوا من عمرك هيك يا وضاح.